أهلا وسهلا الأخوة الصحفيين، أهلا وسهلا بكم جميعا لمناقشة أزمة السكن. أزمة السكن موضوع كبير، الكل يعرف أنه أزمة السكن موضوع كبير جدا، من قد ما الموضوع مهم وكبير ما ناقشنا أبدا ولا حكينا به. ليش؟ لأنه مو راح يسكن بالبيت، أنا للمواطن أو المواطن، المواطن شو العلاقة؟ أنا عندي بيت، المواطن يجي يناقش موضوع خلينا نناقشه بين نفسه. فذلك أي إنسان عنده سؤال يجب لو يسأل، حرامات يلا أسأل. سيادتك أطلقت مشروع دار الإسكان والناس قدمت بس ما صار شيء. الناس فهموا غلط، الناس فهموا مشروع غلط، لأنه أنا أصلا من قلت مشروع داري، داري المقصود بها أنه أنا داري بالمشكلة وليس داري اللي هو السكن، أنا داري بالمشكلة، هذا المقصود بداري، أرجو أن تبينون الأمور. زين أوكي، ومن دريت؟ سويت مشروع داري الإسكان؟ لا مشروع داري يعني خليها سكتة، داري عليها خليها سكتة، هاي مشروع داري يعني الموضوع ما بي بيوت ولا مستعد أبدا. تفضل، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. أيضا أكو سؤال من أحد الأخوة يقول أنه يمتى توزعون للمواطن مسكن؟ أكيد راح نوزع إن شاء الله للمواطنين مسكن شريط أبو الألف. لحظة، مسكن آلام. لحظة سيادتك، قصدك نعم. مسكن مو مسكن؟ داري أنا داري بهذا الموضوع. زين سيادتك، إذا أنتم ما قادرين توزعون بيوت للمواطن يعني على الأقل وزعوا قطع أراضي. راح نوزع قطع أراضي. حلو، ما إنه راح نوزع قطع أراضي كل مواطنين وإن شاء الله كل مواطن راح يحصل قطع أرض تقريبا 5000 كيلومتر مربع، كل مواطن 5000 كيلومتر مربع. 5000 كيلومتر؟ 5000 كيلومتر مربع. زين هاي وين؟ بالحلم، بالحلم أول ما ينام مواطن إن شاء الله، أول ما ينام حصل قطع أرض إن شاء الله. يعني مو منطقة الحلم؟ لا هذا الحلم النوم وليس منطقة الحلم. بخير بس نام بخير وخذ قطع أراضي، ما دام المواطن نايم إحنا إن شاء الله في أمان. ما ينام. سيادتك يعني هسه اللي يريد يستلم قطعة أرض شو يسوي؟ ينام، قلت لك ينام. أول ما ينام المواطن إحنا إن شاء الله راح نكون بخير وإن شاء الله راح نوزع قطع أراضي إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. أكو سؤال أيضا من أحد الصحفيين، أعتقد أنه ماكو ولا سؤال. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية، مع السلامة.